يلا خلينا نطبق الفرح. الدولة تحصل على حقوقها بالسلسلة والبلديات ولا كأنهم يعني مطلعين فيهم. أولا البلدية عم تطبق النظام الجديد وعم يقعدوا يشتغلوا لساعة 3 ونص. لا عم ياخذوا اوفر تايم، راح عليهم الاوفر تايم. وشيء يعني ما في شك انه ظلم كبير صار على البلديات. كأنه يعني البلديات مش من الدولة. أنا يعني بالنسبة لي أنا رئيس بلدية صيدا، أنا بضم صوتي لكل المجموعين هلا، أنا معهم. وإن شاء الله يعني هذا إضراب تحذيري، وإذا ما صار في نتيجة بده يتكمل ويصير أكبر وأكبر. أنا إضراب واحد تحذيري. نحن أعطينا واجباتنا بس عقولنا بعدنا ما حققناها. هذا بالنسبة للوضع، وعم ننفذ كل شيء لأنه نسبة قوانين، عم ننفذ كل تفاصيله بالنسبة لما حكى الرئيس، بالنسبة للدوامات، بالنسبة للعمل الإضافي اللي شالوه. في أربع سباتات كمان عم تروح عليها. من هون عم نناقش ونطالب دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري ومعالي الوزير الداخلية والبلديات الأستاذ نواف المشلوع، للمعرفة إنه هني عم بحافظوا على أولين البلد، نتمنى منهم يطبقوا القانون لحتى ما تتصاعد الأمور أكثر. نحن كنا تحت استقبال. شكرا. يا جمال. احكي يا جمال. يا جمال. يا جمال. يا جمال. احكي يا جمال. يا جمال. يا جمال. أنا أضيف اللي قاله للأستاذ محمد ورئيس النقابة، من طالب الإسراع ببات تصديق السلسلة على البلدية.